العمل الجاد للسيدين الفريق الذي تابع هذا الموضوع. يمكن نعطي الكلمة بسرعة للسيدة منى المصمودي. يأتي هذا تقديم هذا التقرير على إثر انتهاء الحملة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تشجيع تبليغ العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلاس من العقاب، وهي حملة امتدت على سنة من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2022، وكان المجلس قد اختار أن يتجاوز الحيز الزمني للأيام الأممية الدولية للتحسيس بخطورة العنف واللي كتمتد على 16 يوما، وتخصيص سنة كاملة لإطلاق لهذه الحملة التي كانت عندها بعد وطني وجهوي، ولأجل التحسيس بهذا الموضوع والتشجيع على التبليغ على جرائم العنف ضد النساء ورصد العراقيل التي تحول دون وصول الناجية من العنف إلى الانتصاف. نلتقي اليوم في إطار تقديم تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب. هذا التقرير هو متنوع، اعتمد على خلاصة ملاحظة مجموعة من المحاكمات همت 12 جهة من جهات المملكة، وهمت مواضيع متنوعة من بينها جرائم الاعتداء على النساء، جرائم الاعتداءات الجنسية، جرائم الابتزاز الجنسي والتحرش الجنسي، عملت بعض تطبيقات قانون مكافحة التجارة في البشر، أيضا بعض الجرائم الاعتداءات الجنسية التي يكون أحد أطرافها له وضع داخل المجتمع. إذن هو تقرير شمولي ومتعدد يجانب واقع تطبيق نصوص القانونية، خاصة قانون محاربة العنف ضد النساء بعد مرور زهاء 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ. بعض المرات عنده نتائج على مثلا تقديمها لطلبات المدنية أو مناقشتها.